كوتش احمد، كان جيم شوي ايزي لكم مثل ما بيقولوا، قدرت تشارك اللعيبه كلهم بجيم اليوم، شو فيك تخبرنا عن جيم اليوم؟ للاسف يعني انا كنت بتمنى يكون جيرون جونسون موجود، حضرنا كثير لهالجيم، فالويزي ما تطلع على هذا سكور، الويزي فريق كثير كبير صراحه، وانا بكن له كل الاحترام له ولمدربه، ونتائجهم هي دليل على الشغل. توقيفه جيرون جونسون بعتقد ضرت هيدي الجيم، كنت بتمنى ارجع ناخذ ريفنج لانه خسرنا اول جيم بوجود جيرون جونسون. كل الاحترام وكل التقدير لفريق الويزي، فريق اليوم لعب كثير منيح، الشيء الوحيد اللي بيحسب له بغض النظر عن هيدي النتيجه انه ضلينا عم نقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه، وهذا الشيء انا اللي مبسوط فيه مش هيدي النتيجه الكبيره. مبروك كوتش.